هنعمل النهارده سمك بوري حار. نقوله مكونات: هريسه، كزبره، ليمون، ريحان، صويا صوص، فيش صوص، وصوص المحار الاويستر صوص، توم وليمون وسكر بني. وهنستعمل الفرن، يبقى نجهز الفرن نولعه. بس الاول نعمل الخلطه. الصويا صوص حادق والاويستر صوص مش حادق، بس تحسه ان هو طعمه عامل زي العسل الاسود لكن مش عسل اسود. وصوص السمك برضو حادق، فمش هنحط ملح خالص. نحط ده الفيش صوص، ده الاويستر صوص اللي هو صوص المحار، الصويا صوص طبعا مش هحط الكميه دي كلها، معلقه واحده وكده خلصنا من الموضوع الحادق. ليمون معلقه، سكر. السكر بقى بيعمل ايه؟ لما بنبقى عايزين نعمل حاجه حراقه ونحط عليها ربع معلقه سكر على النار، بتعمل مفعول ثلاث اضعاف. فايه؟ احنا عايزينها تبقى المفروض انها تبقى حراقه، فهناخد معلقه صغيره كده. تمام. خلينا نستعملها. يبقى كده فاضل الهريسه. في فرق بين الهريسه التونسي والهريسه اللي بتتباع في مصر، عشان ايه؟ يبقى تبقى الامور واضحه. في واحده بتبقى بالبذر، انما الثانيه اللي بتيجي في برطمانات صغيره كده بتبقى متصفيه من البذر ومفرومه جامد قوي. الناس طبعا اللي بتحب الحراقه تفهمني كويس قوي، لان الهريسه دي في بيوت كتيره قوي حاجه اساسيه. انا شخصيا بحطها على توست واكلها يعني. كده هتبقى حراقه. تمام. هيبقى فاضل دلوقتي نهرس فصين الثوم الصغيرين، وبعدين التاني هحط مع هوري حضراتكم. هحط دلوقتي الريحان والثوم الباقي ده ازاي. انا بس عايز دول علشان يبقوا جوه الطعم هنا، فانا هرسهم صغير. بس انا مجهز واحده من قبل كده. ده بقى هيتقطع شرايح كده، واحد اتنين تلاتة، هيبقى فص توم واحد. وهقول لحضراتكم هنعملهم ازاي في السمك مع الليمون. طيب الليمون ده ليه؟ انا عندي ليمون وعندي عصير ليمون، عشان برضو نبقى موضحين كل اللي بيحصل او كل اللي بيتعمل بنعمله ليه. الليمون ده هيتحط تحت السمكة وهي داخلة في الصينية في الفرن علشان ما تلزقش في الصينية من الناحية دي. كده اخر حاجة، ما دام درجة حرارة عالية يفضل ان احنا نستعمل زيت نباتي مش زيت زيتون، مع ان يعني الزيتون برضو نباتي نبات، بس هو ايه فالمسمى يبقى واضح. ادي كده الصوص نقدر نقول انه جاهز. بدوب السكر علشان لما نيجي نحط الصوص يبقى تمام. هنجيب بقى ايه، مش لوح تقطيع، هنجيب دي على طول كده. دي الصينيه اللي داخله الفرن. قلنا الليمون علشان يتحط تحت السمكه علشان ما تلزقش في الفرن. دول خلاص. نبتدي نرص الليمون. هي سمكه واحده صغيره فهنحط دي كده. تمام. ناخد السمكه بقى، هنعمل ثلاث فتحات في كل ناحيه. اول لما تحسوا بالسكينه وصلت سلسلة الظهر على طول خلاص نوقف التقطيع علشان ما تقسمش السمكه نصين. حلو. خلي دي هنا. ناخد الريحان نلفها كده، ده اللي جوه دي التوم، لفها كده ونحطها في الفتحه دي. والتانيه التوم ما يقعش، والريحان من الفتحه اللي عملناها في السمكه. وادي اخر واحده ايه، حتى لو وقع مش مشكله، لما هقلبها وانا بحط التتبيله هنرجعها تاني مكانها. الرصه كده احسن عشان السمكه تبقى ثابته. ناخد بقى الصوص ده بالمعلقه او التتبيله دي اهو، معلقتين كويسين جوه السمكه، والباقي على السمكه من بره. زي ما تاخد بقى يعني، كل جنب ياخد له 3 4 معالق مش مشكله خالص. المهم بس ان احنا نتاكد ان واحنا بندلق الصوص على السمكه يتدلق في الحته اللي فيها الفتحه. ودي هتخش على الفرن. دي تقريبا وزنها كيلو الا ربع او 600 جرام، تقعد لها
10 دقايق على في فرن سخن.